النهاردة هنحاول نعمل زي مية للطيور. هنحتاج حاجات أساسية زي الإزازة دي وأي طبق وغطا ومادة لزقة زي مثلا مسدس الشمع أو لزق دبل فيس أو كده، بس يفضل يعني مسدس الشمع لأنه أقوى يعني. إحنا عشان نعمل سقيف مية هنشرح لكم الفكرة بسرعة الأول عشان يبدأ في التنفيذ. هي دي هنلزق دي هنا، لازم دي تبقى هنا، تبقى في النص بالظبط عشان التوازن بتاع الإزازة، وفي نفس الوقت احنا هنخرم الإزازة هنا خرم عشان تنزل مية، بس الخرم ده هيبقى المستوى بتاعه أقل من ارتفاع الطبق بحيث ان هو المية ما تطلعش بره الطبق. وفي نفس الوقت هنقص الطبق شوية علشان ما يبقاش عالي قوي، يعني ما يضطرش الطير يقف فوق فيوقع عليه الطبق. فاحنا هنقلل الارتفاع شوية، ممكن يعني لو احنا نستخدم طبق زي كده ممكن ولا احاول اسوي التروف بحيث ان هي برضو ما تغورش الطير وبس. يعني هي فكرة بسيطة جدا، هنبدأ في التنفيذ دلوقتي على طول. طبعا طبق البلاستيك ده بنلاقيه في اي حته، يعني اي حاجه من جوه من بره معظم الحاجات بيتقال الطبق ده او بيتباع عند اي حد بتاع مناديل طبعا، او اي طبق حتى في البيت مش شرط يكون نفس النوع، يعني يكون بس اي بلاستيك عشان الماده تلزق فيه مش اكتر يعني، حتى ممكن يبقى بلاستيك اقوى من ده شويه او يفضل. هنا لقيت الحدود بتاعته مش جرحة قوي، فممكن مسيهاش ولا عين ولا هبدأ اشتغل عليها. حطيت الغطا في النص بالظبط، ليه جامد وبستنى ينشف. قلت نزود شمع حوالين البطن ان الفكرة عندي حاليا تقريبا اكتملت، يعني بس الفكرة ان انا هشوف اخرم الازازة منين بحيث ان هي زي ما قلت لكم متبقاش اكتر من ارتفاع الطبق نفسه، والمية لما هتنزل هتثبت الطبق طالما هو حجمه كبير. يعني احنا محتارين طبق حجمه مش صغير متناسب مع فكرة مع ارتفاع الازازة بحيث انه ما تملش او الهواء يقلبها او كده. الطبق لازم يبقى حجمه مناسب للازازة يفضل. من دلوقتي هبدأ اخرم الازازة بتاعتي، فهستخدم الولاعة واستخدم حديد. انا بس عايز اخرمها من هنا من
جدا والله. بس الازازة شوية مية وارجع. انا كده مليت الازازة شوية مية، هجرب الفكرة معاكم ان شاء الله تكون لك. تقفل طبعا عشان ما ينقطش مني. وبعدين تقلل هنلاقي ان المية بدأت تتدفع. بس عليها كام بشكل اسرع، بس بضغط عشان المية تنزل بشكل اسرع في الاول، بس بعد كده هتقعد تنقط زي ما انت شايف. جاي طبعا ارفع الازازة، الغطا اتفك مني، فهجرب الحمه بالامير نوع تاني من اللحام علشان يبقى اقوى. يعني احط امير وبعدين احط حوالي شمع. الامير دي حاجة زي الصاروخ او الامير، يعني هما الاتنين نفس المادة. ان شاء الله المرة دي هتكون اقوى. استنى عليها بس نشف شوية وبعدين ابدأ احط حواليها شمعتين. حاول ازود الامير برضو. هنا الشمع حوالين الغطا، ده في الغطا بتاعي. مرة لتاني مرة كويس. طبعا زي ما قلنا يستحسن يكون الطبق اقوى من كده عشان نقدر نشيله بسهولة. يعني الفكرة دي اللي انا اعملها ممكن نحط زي حلقة فوق او حلقة اللي هي المفتاح ونعلقها يعني في البلكونة. زي ما احنا شايفين هي بتنقط. استنى استنى هنا يظهر ولا لا، تلاقيها بتنقط من ال بتملى الطبق شوية بشوية. احنا هنسرع بس العملية حاليا، نقوم مرة عشان نملى الطبق وبعد كده هنسيبها تملى براحتها. احنا بس هنضغط على الازاز. اول ما المية بتوصل لمستوى ال
الخرم اللي احنا عاملينه المية بتقف بقى، ما تبدأش ان هي تتدفق تاني. دي الفكرة، ان يعني المية اللي لما بتشرب او بتجف من الطبق بتنزل لحد ما بتخلص المستوى بتاعها، نرجع نملى الازازة تاني، فبنملاها كل يومين تلاتة يعني. وفي نفس الوقت الطير بيشرب من الطبق ده. هي دي الفكرة بتاعت سقية المية للطيور. طبعا زي ما انتم شايفين انا زودت هنا الغطاء بتاع الطبق، لزقته في الطبق نفسه، لزقته بأمير وحواليه الشمع بتاع مشدد الشمع عشان اعمل دعامة للطبق، يعني الطبق ما يميلش مني لما اجي اشيل بس. والتاني حاجة اتأكدوا منها ان لما المية، لو المية جفت من هنا يبقى معنى كده ان الفتحة او الخرم ده محتاج توسعة، مبينزلش مية كافية في الطبق. فانتوا دايما تأكدوا ان في مية بتنزل هنا لو طبق فاضي، يعني اول المية تقل منسوب هتلاقي المفروض ان في النقط دي بتنزل يعني، فتأكدوا او ساعتها ممكن تضغطوا ضغط خفيف انك تنزلوا مية في الطبق تاني وبس. ودي كانت فكرة سقية المية بتاعة الطيور بشكل عام. اتمنى تنفذوها، ما تبخلوش علينا باللايك وبالشير. زي ما قال حديث سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، في كل كبد راطب أجر. وإن شاء الله تنفذوا ده وتعملوه في كل بيت، لأن الجو حر جدا الأيام دي. وشكرا لكم.